شوفوا مين يا ابوي. الو ايه يا ابوي، ايه يا ابوي، مالي يا ابوي، ده الدنيا مالي. انا مش هروح ابدا البلد، اللي يخلع البلد يخلع اللي فيه. يا الدنيا غير حلوه بقى، هي الدنيا حلوه غير هني. هركب بكره ان شاء الله، وعلى حسب برضه، على حسب على حسب ما تطلب برضه. لا خلينا نعيش لنا يومين يا ابو العم، الناس ما تموت. النبي انا ما فاضي ارجع اي حاجه. محمود على اللي شايفه هنا، محمود مخرج شويه ابو خالو. ما لا يعني نحن شغالين عشان مين نحن يعني؟ ما عشان الشقه الله ينعم على ابو الشغل على ابو العماله يا اخي. ما تجيب لنا حته مزايا ولد عمه. ابعت لك حاضر، بس بس معايا قاعده بس فيها، انت فاهم الدنيا يعني. حاضر ابو خالد، ما انت عارف يعني. سيبني نهدى الواحد مخه مش فيه، طب الراحه نعمل نزوره كده مصطفى. ده كابتن ده واحد صعب والله، معقلني على ده. يا ريت يا واحد ما تستنى على العمل. والله واحد صاحبي اقسم بالله عزيز عليه. بالراحه يا ابو عمو، بالراحه يا ابو عمو. ده جايبين يا ابو العم كوبايه فيها فيها جميع جميع اللي يخطر على بالك على فين. يا ريت فيها كل حاجه الكوبايه دي، مش عارف جايبين. اي ما بالراحه، بالراحه يا ولد عمي، بالراحه. ايوه فيها كل حاجة. أيوة ما مزال عندنا هذا، ما بالراحة ما مزال عندنا يا أبو. مش هو يا أبو بالراحة، مش هو هو محمود. تعرف القتال ده في ايه؟ في شبه سفري. بالراحة يا ابو العم، انت معك وقت المعزية. انا وقت عاوزين تاني. انت مستعجل يا ابو العم، خلي شوية الجماعة اللي جايين. يا ابو انجبوا تاني يا ابو. يا ابو خلي من الجماعة الجايين يا محمود. يا يا محمود في يا مصطفى. انا وكلك عاوز ثاني. هلا محمود تعال. ما انا شفت بتاع الرقصه. بالراحه بالراحه، واحده واحده يا عم. احنا ما لقيت ثاني. لا يوكلوني والله، انا البطه اتملت يا هوز. خذ التفاحه دي، خذها هنا طبخها ببلاش. اقول لك عاد كنت فين بدري؟ اقول لك يلا يا مصطفى قدام برج القاهرة. لا والله ما رقص ابو الجزيره.